لقاء توجيهي وودع لأول دفعة من الحجاج التي ضمت 115 حاجا من أصل 370 اجتمعوا اليوم ووجهت لهم آخر النصائح والإرشادات ليكونوا أحسن سفراء لوطنهم ولأداء فريضة حج على أكمل وجه. ان شاء الله نروح حد نحوج ان شاء الله وندعوس الخير او كيقارن المؤمنين لتزاير ماذا كمل ياك اقدم اباش كسيد زوجة صغرنا انا مليح والله العظيم يعطيهم الصحه. الحاج يحتاج الى التزام الاحكام الشرعيه في الحج لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وفي الوقت نفسه يحتاج الى تمثل القيم والاداب والاخلاق التي ترفع مقامه عند الله وعند العباد، لأن الحاج يتعب والتعب إن شاء الله بأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. تسهيلات وتأكيد على مرافقة طيبة من البعثة الجزائرية في البقاع المقدسة كانت كافية لضمان راحة واطمئنان حجاجنا الميامين. الحمد لله ما لقينا حتى صعوبات ولله الحمد، تما ونا في لو بون شوا كيما يقولك كي جينا مع البعث. باقي تراجعوا شحال سنين يمكن يتراجعوا، باقي فرصة العمر تاقي سي دي زيوزو. نروح ترونكيلمون بون فواياج سكورتي كلش ترونكيل. نبو دار ذاك كذا نكي لاكيي لي تري بيان. خلينا نخدم لك باش نروح على صدوم بركم. حوالي 115 حاج ينتقلون إن شاء الله في موكب واحد إن شاء الله، وهذا الجو المفرح الذي نعيشه اليوم ما هو دليل على فرح العائلات وفرح الحجاج بأنهم سيكونون بين يدي الله عز وجل في بيته الحرام. بفرحة لا تسعها تعابير الوجه غادر حجاجنا الميامين أرض الوطن مرددين أسمى وأرقى الدعوات لبلدهم وذويهم إلى لقاء قريب وعودة ميمونة بحج مبرور وذنب مغفور.